حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أويس حدثنا شرحبيل عن جبار بن صخر الأنصاري أحد بني سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بطريق مكة من يسبقنا إلى الأثاية قال أبو أويس هو حيث نفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر حوضها ويفرط فيه فيملأه حتى نأتيه قال قال جبار فقمت فقلت أنا قال اذهب فذهبت فأتيت الأثاية فمدرت حوضها وفرطت فيه وملأته ثم غلبتني عيناي فنمت فما انتبهت إلا برجل تنازعه راحلته إلى الماء ويكفها عنه فقال يا صاحب الحوض فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم قال فأورد راحلته ثم انصرف فأناخ ثم قال اتبعني بالإداوة فتابعته بها فتوضأ وأحسن وضوءه وتوضأت معه ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي فحولني عن يمينه فصلينا فلم يلبث يسيرا أن جاء الناس